انا ما اعتقد قرار الاستثمار في مصر هو اوريدي قرار متاخد، ناس كتير عايزه تيجي تستثمر هنا، هي الفكره هو التوقيت، والتوقيت في الاخر هيبقى قرار مبني على الاستقرار السياسي ووضوح تام لخريطه الطريق في خلال الفتره اللي جايه، وبالتالي وجود بعض من الطمانينه عند المستثمرين ان هم يقدروا يخشوا السوق دوت في الوقت الحالي. البيئة التشريعية ومناخ الاستثمار، يعني لا تزال هناك يعني علامات استفهام على بعض التشريعات اللي يرى يعني يرى المستثمر انها بتعرق الاستثمار في مصر. انا اعتقد في زي في اي اقتصاد حوالين الدنيا في بعض التشريعات اللي محتاجه انها تتغير، وفي كتير من التشريعات اللي موجوده في مصر النهارده اللي هي بتشجع على الاستثمار. انا حتى خصوصا لو بصينا على سوق المال والقانون المنظم لسوق المال في مصر، فهو يعتبر من افضل اسواق القوانين المنظمه لاسواق المال اللي موجوده حوالين العالم العربي النهارده. ففي كتير من القوانين والتشريعات اللي موجوده اللي بتساعد، لكن طبعا في بعض التخوفات حدثت كتير من القرارات اللي اتخذت في خلال الفتره اللي فاتت اللي كانت ممكن تقلق المستثمرين. هيرمس من الشركات والمجموعات الاستثماريه اللي بتروج للاستثمار في مصر، سواء بالنسبه للاستثمار العربي الخليجي او حتى الاستثمار الدولي. ايه الفرص اللي انتم شايفين انها جاذبه للمستثمر واللي فعلا ممكن تكونوا عرضتوها على مستثمرين للاستثمار في مصر؟ احنا عندنا الحقيقه عدد من الطروحات النهارده اللي بنشتغل عليها عمليات زياده راس مال، وديت كلها شركات بتحاول انها تنمي عملياتها في مصر خلال الفتره اللي جايه، وتم عرضها على بعض من المستثمرين على اساس جس النبض، ولكن في الاخر مساهمه في زياده راس المال، ولكن في الاخر قررنا احنا كشركه ان احنا نقول للشركات ديت ان هم ده الوقت المظبوط ان هم يروحوا لسوق المال ويحاولوا زياده راس المال، برضو مبني على بعض من العوامل اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في بدايه حديثنا. ابرز الفرص دي وابرز الشركات اللي مطروح فيها زياده راس المال؟ في كلها حاجات لسه مش معلنه للسوق، افضل طبعا ان انا ما اتكلمش عليها غير لما تيجي وقتها، ولكن في قطاعات منها، وفي الوحيده اللي يمكن المعلنه هي مثلا الشركه العربيه للاسمنت اللي هي بتحاول تعمل زياده راس مال الايام اللي جايه، واحنا مستنيين في البورصه. بالظبط كده. طيب هيرمس الان يعني في خطتها التوسعيه بتنظر الى الاسواق المحيطه وتسعى للتوسع في هذه الاسواق، اين السوق المصري من خطه هيرمس التوسعيه؟ حقيقة السوق المصري هو احنا في الاخر احنا يمكن بقينا شركه اقليميه خلال الفتره اللي فاتت، ولكن احنا في الاخر احنا بنفتخر ان احنا ابتدينا من هنا في مصر، توسعنا وابتدينا بقينا في كذا بلد عربي بما فيهم الامارات والسعوديه اللي هم احد البلدين اللي بيساعدوا كتير مصر النهارده، ولكن في الاخر احنا بنفتخر بمصر، لازلنا اكبر سمسار، وزي ما النتائج طلعت من يومين بتوري في السوق المصري، لازلنا بنقوم بعمليات كتير قوي من عمليات بنوك الاستثمار، وصناديق اللي احنا بنديرها كلها افضل 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 اداء لصناديق الاستثمار في خلال السنتين اللي فاتوا لاي مدير استثمار في مصر.